سي بن جلول لاعب فتح الرباطي، كيفاش تمر الاستعدادات ديالكم نتوما داخل قلعه الفتح الرياضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله استعدادات كتشرف شويه عاليه المستوى ديال الفريق التحسن، رغم ان كانت واحد الكبوه ديال كاس العرش، ولكن الحمد لله ما تخطاش علينا. الحمد لله كنخوضوا مقابلات تحديديه للموسم القادم ان شاء الله. بعد التركيبه اللي موجود فيها الفتح الرباطي ان شاء الله غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. كانت كتصف الجمهور ديال الفريق الوزع على قلته، ان خسرنا المقابله ديال الكاس اللي كانت يعني كبوه، كنا كنطمحوا باش نمشيو بعيد الكاس، ولكن ربما ديك الكبوه اذا تفيق ان شاء الله باش ننافسوا على البطوله ان شاء الله. كيفاش جا الانتقال ديالكم للفتح الرياضي؟ الحمد لله جا انتقال بواحد الطلاقه، لان عندي واحد العلاقه كبيرة مع السي حسن المؤمن والسي جمال السلامي. الحمد لله جا الانتقال بشكل سلس، يعني اتصلوا بيا الناس قبل ما تسالي البطولة ديال السنة الماضية، وتفاهمنا يعني على جميع أمور العقد، وسميتو وفريق غادي يلعب على الشامبيونز ليغ وبطولة، هذا هو اللي حمسني باش نجي. الإحساس ديالكم؟ بطبيعة الحال إحساس جيد، فريق فتح فريق كبير ألقى في السنوات الأخيرة، نتمنى إن شاء الله نلعبوا هذه السنة مع فريق فتح وإن شاء الله نرجعوا للاحتراف إن شاء الله. شكرا، شكرا لك، أنت مع البطولة. شكرا أخويا.